كمان زي النهاردة ذكرى ميلاد واحدة من أجمل الفنانات في مصر والعالم العربي، ذكرى ميلاد مديحة كامل اللي قدمت مجموعة متميزة جدا من الأعمال السينمائية المختلفة والهامة واللي تركت بصمتها الواضحة في عالم السينما والفن بمختلف الأدوار اللي قدمتها. تحل اليوم 3 أغسطس ذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1948 وقدمت عدداً من الأعمال السينمائية المهمة، صنعت مسيرة فنية هائلة لعبت فيها مختلف الأدوار الفنية وتركت بصمة في السينما المصرية على وجه الخصوص بقائمة من أهم الأعمال. ولدت مديحة كامل في مدينة الإسكندرية ثم انتقلت للعيش في القاهرة عام 1962 والتحقت بكلية الآداب جامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء وبدأت مشوارها الفني عام 1964 من خلال تقديم العديد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح، كما عملت في عروض الأزياء وتدرجت في الأدوار الثانوية حتى حصلت على دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم 30 يوم في السجن، كما جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ في فيلمه الصعود إلى الهاوية مع الفنان محمود ياسين. أمشير، ألف حمد لله على سلامتك يا أمشير. للدرجة دي سلامتي بتهمك؟ طبعا، أنت إنسان قلبك كبير يا أمشير. أوي والله، لكن مع الأسف وقعت في إيد الجبان مدحت اللي باعك للنجاوي عشان ينقذ نفسه. هو كان عارف اللي حجراني ده؟ طبعا. قدمت مديحة كامل عدداً كبيراً من الأفلام الناجحة، منها أبناء الصمت، بنات إبليس، عندما يبكي الرجال، حب وكبرياء، البنات والمرسيدس، وأغنية على الممر، كما قدمت عدداً من المسلسلات التلفزيونية أشهرها البشاير مع محمود عبد العزيز وأمينة رزق، والعنكبوت مع عزة العليلي، كما قدمت 5 مسرحيات أشهرها هلو شلبي مع الفنان سعيد صالح. عمرو غريب، طب بيضه ومراته يقطع رابطه بالفاس بالمنشار بيد الهون، مراته وهو حر فيها، انما حضرتك تقطع رابطي بالفاس ليه؟ باعتبارك ايه؟ قررت مديحه كامل الاعتزال في ابريل عام 1992 وارتداء الحجاب قبل وفاتها بسنوات، وكان اخر افلامها بوابه ابليس الذي اتلفت بعض مشاهده وتمت اعاده تمثيل المشاهد التالفه بواسطه دوبليره لانها كانت قد اعتزلت الفن وقتها ورفضت رفضا قاطعا العوده للتمثيل. ايوه كده مظبوط، تودوني مستشفى الامراض العقليه وهناك سهل التخلص مني وكده يتقفل ملف القضيه. عانت الفنانه الراحله من مرض القلب طوال حياتها خاصه منذ حقبه السبعينيات، واصيبت للمره الاولى بجلطه عام 1975 اثناء تصويرها مسلسل الافعى، إلا أن متاعبها الصحية بدأت قبل وفاتها بعام حيث ظلت طريحة الفراش. توفيت الفنانة مديحة كامل في عام 1997 نتيجة مضاعفات مرضها بالقلب، وكان ذلك في 4 من شهر رمضان بعد أن أدت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم ذهبت للنوم ورحلت في ظهر اليوم التالي بعد أن حفرت اسمها في تاريخ السينما المصرية والعربية، وخلفت لمكتبة السينما والتلفزيون العديد من الأعمال السينمائية والدرامية.